حسن نصر الله، رحلة القائد من النشأة إلى الاستشهاد في مواجهة الاحتلال. النشأة والبداية. ولد حسن نصر الله في 31 أغسطس 1960 في حي الكارنتين الفقير في شرق بيروت. كانت بيروت في تلك الحقبة تعيش ظروفا سياسية واقتصادية مضطربة، حيث تميزت بالتوترات الطائفية التي تفاقمت لتصبح لاحقا الحرب الأهلية اللبنانية. عاشت عائلة نصر الله حياة بسيطة، حيث كان والده يدير محل بقالة صغير. وقد نشأ حسن في بيئة تعتمد على القيم العائلية والدينية. في بداية الحرب الأهلية اللبنانية 1975 إلى عام 1990، والتي تسببت في تمزيق البلاد، اختارت عائلة نصر الله الانتقال من بيروت إلى قريتهم الأصلية البازورية في جنوب لبنان، وهي منطقة ذات أغلبية شيعية. تأثر نصر الله بشدة بالظروف الاجتماعية والسياسية الصعبة التي كانت تحيط به في تلك الفترة، مما دفعه للبحث عن حلول عبر الانخراط في العمل السياسي والديني. أظهر حسن نصر الله منذ صغره شغفا بالدراسة الدينية، ولذلك سافر إلى النجف في العراق وهو في سن 16 ليكمل تعليمه في الحوزات الشيعية هناك. وفي النجف تعرف نصر الله على شخصيات دينية بارزة مثل السيد عباس الموسوي، الذي أصبح فيما بعد مشرفا وموجها أساسيا في حياته. رغم أن إقامته في النجف لم تستمر طويلا، إلا أن هذه الفترة كانت لها تأثير عميق عليه، حيث تشرب نصر الله الأفكار الثورية المرتبطة بالإسلام السياسي، لا سيما بعد اندلاع الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني في عام 1979. بعد عودته إلى لبنان اندمج نصر الله في العمل ضمن حركة أمل، لكنه سرعان ما انفصل عنها إثر خلافات إيديولوجية. في عام 1982 بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان واحتلال بيروت، أسس قادة الحرس الثوري الإيراني بالتعاون مع مجموعة من رجال الدين الشيعة بينهم عباس الموسوي وحسن نصر الله حزب الله، كحركة مقاومة تهدف إلى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتمسك بالمقاومة المسلحة. في عام 1992 وبعد اغتيال عباس الموسوي، تم تعيين حسن نصر الله أمينا عاما للحزب، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى استشهاده في عام 2024. تحت قيادته تطورت حزب الله من مجرد ميليشيا مقاومة إلى قوة سياسية وعسكرية كبيرة في لبنان والمنطقة. أحد أعظم إنجازات نصر الله كان قيادة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني، والذي انتهى بانسحاب الجيش الإسرائيلي في مايو عام 2000. كان هذا الانسحاب انتصارا تاريخيا للبنان وحزب الله، حيث أصبح نصر الله رمزا للمقاومة اللبنانية والعربية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأحد أبرز القادة الذين تمكنوا من طرد القوات الإسرائيلية من أراض عربية دون التفاوض على اتفاق سلام. لعب حزب الله تحت قيادة نصر الله دورا مهما في السياسة الداخلية اللبنانية، فقد شارك الحزب في الحكومات المتعاقبة وتمتع بشعبية واسعة بين الشيعة في لبنان، حيث قدم خدمات اجتماعية وصحية وتعليمية في المناطق الفقيرة التي عانت من الإهمال لسنوات. كما أن الحزب أسس شبكة واسعة من المؤسسات الخيرية والمستشفيات والمدارس التي تخدم المجتمع الشيعي والمجتمع اللبناني بشكل عام. على الصعيد الخارجي، عزز نصر الله علاقات حزب الله مع إيران وسوريا، مما منحه دعما سياسيا وعسكريا قويا. وكان نصر الله يعتبر نفسه مدافعا عن محور المقاومة ضد الهيمنة الإسرائيلية والغربية في المنطقة. في صيف عام 2006 نفذ حزب الله عملية عسكرية على الحدود اللبنانية مع إسرائيل،
مما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 33 يوما رغم الدمار الكبير الذي ألحقته إسرائيل بالبنية التحتية اللبنانية. خرج نصر الله وحزب الله من هذه الحرب أكثر قوة، حيث اعتبر الكثيرون أن حزب الله نجح في التصدي لإسرائيل، مما عزز من مكانته وشعبيته في العالم العربي. مع اندلاع الأزمة السورية في عام 2011 اختار حزب الله دعم الحكومة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد. رغم الجدل حول هذا القرار، اعتبر نصر الله أن الحفاظ على استقرار سوريا ضروري لاستقرار لبنان والمقاومة ضد إسرائيل. لعب حزب الله دورا محوريا في المعارك داخل سوريا، مما زاد من نفوذ الحزب إقليميا، ولكنه وضعه في مواجهة مباشرة مع معارضيه في لبنان والمنطقة. حسن نصر الله كان متزوجا من السيدة فاطمة ياسين، ولهما 5 أبناء: هادي وزينب ومحمد جواد ومحمد مهدي ومحمد علي. استشهد ابنه الأكبر هادي في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان عام 1997، وكان لاستشهاد هادي تأثيرا عميقا على نصر الله، لكنه ظل مصمما على مواصلة النضال والمقاومة. مساندة غزة في حرب. لبناني بإطلاق صواريخ موجهة وقذائف مدفعية على المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعة جنوب لبنان. هذه الخطوة كانت تهدف إلى دعم المقاومة الفلسطينية وإرسال رسالة واضحة بأن المعركة ليست محصورة في غزة فقط، بل تمتد إلى الجبهات الأخرى ضمن ما يعرف بمعادلة وحدة الساحات، التي تركز على التنسيق بين فصائل المقاومة في مختلف الجبهات. منذ ذلك الحين وحتى اليوم استمرت الاشتباكات المتقطعة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية، حيث تركزت العمليات على استهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية في مزارع شبعة والمناطق الحدودية. ورغم الضغوط الدولية لاحتواء الموقف، استمر حزب الله في عملياته لدعم المقاومة في غزة، مما أدى إلى ارتفاع حدة التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. تسببت هذه الاشتباكات في وقوع عدد كبير من الإصابات بين صفوف الحزب والجيش الإسرائيلي على حد سواء، كما أدت إلى استشهاد العديد من قيادات الحزب خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع الحزب في لبنان. ورغم تلك الخسائر، شدد حسن نصر الله في آخر خطاب له قبل استشهاده على أهمية وحدة الساحات، وإن المقاومة على كافة الجبهات من لبنان إلى فلسطين تبقى هي السبيل الوحيد لمواجهة العدوان الإسرائيلي. في 27 سبتمبر عام 2024 استهدفت غارة صهيونية الضاحية الجنوبية في بيروت، مما أدى إلى استشهاد حسن نصر الله. كان هذا الهجوم صدمة كبيرة لمحبيه ومناصريه في لبنان والعالم العربي، حيث اعتبر الكثيرون نصر الله رمزا للصمود والمقاومة ضد الاحتلال. باغتياله فقدت الساحة اللبنانية والعربية قائدا من أبرز القادة في تاريخها الحديث، تاركا إرثا عظيما من المقاومة والتحدي. استشهاد نصر الله يعتبر محطة جديدة في تاريخ الصراع مع إسرائيل، ورغم غيابه الجسدي فإن تأثيره وإرثه سيبقيان حاضرين في أذهان أنصاره وخصومه على حد سواء. حزب الله سيواصل دوره في لبنان والمنطقة معتمدا على الأسس التي وضعها نصر الله طيلة سنوات قيادته، والتي ارتكزت على المقاومة والدفاع عن الحقوق السيادية للبنان
وشعبه، كما صرح قادة الحزب بعد استشهاد حسن نصر الله.